وبنهاية فقراتنا لليوم أيضا رح نضل تحت المبادرات الإنسانية ورح نضل على موضوع القيم الاجتماعية. كنا كل يوم عم نحكي عن المبادرات الإنسانية والخيرية اللي عم تقدمها إن كان المؤسسات الخيرية وإن كان الجمعيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فشفنا كثير من الفرق توجهت للمناطق المنكوبة لتكون مع أهالينا المتضررين وتقدر تقدم لهم المساعدات ضمن الإمكانيات أكيد المتاحة. ولكن اليوم ضمن فقرتنا رح نسلط الضوء على مبادرة، ولكن هي مبادرة مغتربين سوريين شافوا كيف كان وضع البلد وفورا تحركوا وحبوا انهم ينزلوا وتكونوا بشكل شخصي موجودين على ارض سوريا. قد اليوم نحن بحاجه لدعم المغتربين بهي الفتره اللي عم نعيشها. صحيح رشا، المغتربين دائما هم جزء لا يتجزأ من سوريا، وبكل مناسبة يعني خلال 12 سنة شفنا قديش كان لهم دور فعال. صحيح. وبالزلزال أيضا يعني من مختلف البلدان السوريين الموجودين صاروا بكل البلدان من زمان، يعني من قبل الحرب وبعد الحرب زادت نسبتهم بشكل كتير كبير، فشفنا هاي حالة اللهفة اليوم والارتباط بالوطن، فكانوا أول الناس الداعمين في كتير أشخاص مثل ضيفنا هلأ نزلوا فورا على البلد. أكيد ضيفنا اليوم تواجد على أرض دمشق هو وفريق من المغتربين السوريين، وأكيد كان في قسم من المغتربين كانوا عم يبعثوا دعم ومساعدات للجهات إنسانية كان خيرية مؤسسات وجمعيات، ولكن اليوم حبوا يخوضوا التجربة ويشوفوا كيف الواقع السوري، كيف عم يعيشوا السوريين أيامهم الصعبة. ضيفنا لليوم هو الدكتور وائل ناصر، وهو أيضا طبيب أسنان ومغترب سوري. صباحك دكتور، واليوم احنا بعيدين عن الشق الطبي. صحيح، صباح الخير. صباح الخير سوريا، ان شاء الله دائما تكون سوريا بخير. اهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. خلينا هيك بالبدايه نحكي عن المبادره يلي اطلقتوها، 6 اشخاص مغتربين من دوله الكويت اطلقتوا مبادره عشان بعد موضوع الزلزال، خلينا نحكي اكثر عنها وكيف تم التنسيق. هلا بالاول دائما بدنا نترحم على ارواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتعزين الحاله الحاره لاهالي الشهداء. هلا هي المبادرة أو الحملة هي حملة جديدة متكررة، ما أنا جديدة، يعني دائما نحن من بداية الحرب على سوريا تداعينا مجموعة من أبناء الجالية السورية المغتربين بالكويت، وصرنا نلتقي ونقرر نجي على بلدنا نشوف شو فينا نقدم لبلدنا، شو الإمكانيات اللي فينا نكون مع أهلنا بسوريا بظل هالحرب الطويلة. فنحن من 2011 بدأنا بإطلاق حملاتنا تشكيل وفود بشكل دائم، يعني ودائما نحن موجودين بنحاول نكون موجودين على الأرض في ظل أي شيء يعني ممكن نكون موجودين فيه ونساعد ونقدم فيه. هلا هذا الوفد كان وفد مصغر، فورا بعد الكارثة من ثاني يوم التقينا مع بعض وقررنا أنه نكون موجودين بسوريا نكون مع أهلنا المنكوبين المتضررين، يعني نحاول قدر الامكان نقوم بشيء من واجباتنا تجاههم تجاه بلدنا، وهذا اللي كان يعني اجينا مع بعض وفد مصغر هالمره. هذا يعني في سابقا كان وفود كبيره، مثلا اول وفد اجينا فيها سوريا كان حوالي 30 شخص، في وفود اصغر، في وفود بتجي عدد اكبر احيانا حسب الحاله وحسب الامكانيات، وبالمحصله يعني انه بتلاقي في وجوه بتتكرر ووجوه جديده وجوهه بتغيب مثل ما قلت لك حسب الامكانيات وحسب الحاله. طب خلينا نروح فورا لبرنامجكم، وصلتوا على سوريا نهار الخميس وحطيتوا اليوم هيك برنامج لزياره المناطق المنكوبه ان كان باللاذقيه وان كان بحلب. اليوم الاعلام والصور السوشيال ميديا عم ننقل تغطيه مستمره، ولكن اليوم العين بتشوف غير الشاشه، يمكن الواقع كان أسوأ بك يعني جدا، يعني ما قلتي كلمة مهمة، العين غير الشاشة، وهذا السبب الأساسي اللي أنا من بداية تواصلي مع الفريق إنه لازم نجي ونشوف بعيننا وتشوفوا بعينكم المأساة الحقيقية وحجمها الكارثة اللي فيها سوريا. هلا فوق 10 سنين حرب أو أكثر إذا بدك، غير الحصار المستمر بقاله سنين طويلة، فإجت هالكارثة الطبيعية النكبة. ففعلا هذا الشيء من الاشياء الاساسيه اللي خلانا فورا انه نقرر نجي. نحن اجينا يوم الخميس، طبعا نحن ما اجينا هيك من حالنا، يعني حاولنا نتواصل مع الجهات المعنيه بالاغاثه مشان نعرف كيف بدنا تكون تقديماتنا ومساعداتنا. فعلا من يوم الخميس جبنا معنا جزء من المساعدات العينيه اذا فينك تقولي،
وبعدين انه ما قدرنا نجيبهم دفعه واحده، كانت كميه منيحه، فجبناهم على دفعتين وانطلق انطلقنا بعد ما وصلوا يوم السبت، الدفعه الثالثه وصلت يوم السبت، انطلقنا يوم الاحد، رحنا على محافظه اللاذقيه. ومن المفارقات يعني عشنا الزلزال الثاني يوم الاثنين لما كنا عم كنتوا موجودين باللاذقيه بمركز ايواء، وصار الزلزال، ويعني انا ماني زعلان طبعا انه عشنا هالاجواء، يعني لانه دائما قلت لك لما بتكوني بارض الواقع وبتشوفي الشيء غير لما بتسمعي برا، برا بيضل في عندك مجال انك انت فكانت تجربه صحيه، تجربه كانت صعبه وزلزال نظامي يعني. طيب دكتور وائل اشرح لنا اكثر اليوم، خبرنا اكثر عن اهالينا، عن اوضاعهم، عن احوالهم هلا، اقتصاديا ماديا اكيد بنعرف نحن الوضع، يعني الله يعين، يعني نفسيا كيف استقبلوكم؟ يعني هل بلشوا يتجاوزوا شوي الحالة النفسية خلينا نقول على الأقل أو لا؟ هلا يمكن دائما الحالة الاقتصادية بتطغى على أي أحوال أخرى للبني آدم للأسف يعني. نعم. فا أوكي هن عاشوا بنكبة وذاقوا مرارة، يعني في ناس استشهدت وفي ناس كانت قريبة من الموت. أوكي هالنكبة عاشتها، بس هلا صار في عندها نكبة أخرى. صحيح. تداعيات الأزمة، السيد الرئيس حكى عنها بخطابه. خطاب. تداعيات الكارثة بعد الزلزال. طيب هذا الموضوع، التداعيات ما بتنتهي بيوم ولا اثنين ولا شهر ولا خمسة ولا يمكن ولا بسنين. فهون بقى اللي عايش اللي النكب اللي موجود بمراكز الإيواء، اللي راح بيته راح شقى عمره اذا بدك. صحيح. صار هلا عم يفكر كيف بدي اعمل، انا شو بدي اعوض؟ صحيح. كيف بدي اشتغل من البدايه؟ دكتور عم تمرق معنا اكيد على الشاشه صور وثقت جولتكم اليوم على المحافظات المنكوبه وعمليه توزيع المساعدات، مثل يعني نحن عم نحكي دائما كان في خطه استجابه طارئه، اليوم نحن بخطه ثانيه، ومثل ما ذكرت بحديثك من 2011 مبادرتكم مستمره، اكيد رح تنقل له صوره اليوم للجاليه الموجوده ايضا بالكويت لشريحه اوسع. شو الخطط اليوم هيك بعد هالزيارات الميدانيه اللي عملتوها، شو الخطط المستقبليه رح تكون؟ هلا في شيء بدي اقول لك، طبعا نحن قدمنا بهالحمله مساعدات ماليه وتمنينا من خلال طلبنا، وطبعا كله عبر الامانه السوريه للتنميه بالتواصل معه وبالتنسيق معه. نعم. وتمنينا ان تكون هالمبالغ بدل ايجار للي فقدوا بيوتهم لمده زمنيه ممكن توصل لسنه يعني احيانا من خلال هالتقديمات اللي قدمناها. نعم. وقدمنا مساعدات عينيه، حليب اطفال، بنعرف انه يعني الشحيح بالبلد، ادويه، البسه، بطانيات الى اخره، مثل غيرنا من اللي جاب مساعدات عينيه. هذه كانت المساعدات اللي قدمناها. هلا انا بعرف ومتاكد انه في كثير مثلنا بمغتربنا الكويتي مثلا او باي مغترب من ابناء المغتربين السوريين بكل العالم، انا متاكد انه عملوا مثلنا واكثر. كثير الناس يعني هالازمه وهالكارثه فعلا لمت الناس، ما عاد حدا فكر غير انه كيف بده يعمل شيء، لو انه مثلا عندنا بسفارتنا لما بداوا بجمل التبرعات العينيه العالم هنيك صارت وفود بس مشان تضب وتشيل وتشتغل وتساعد اعضاء السفاره مشكورين بتنسيق هالمساعدات. فانا متاكد انه كل السوريين بالعالم لما جمعتهم هالكارثه بالمغتربات وبالوطن، وكلهم كل واحد حاول يعمل دوره وواجبه تجاه اهله وتجاه بلده. هلا انت سالتيني شو بتتوقع بالمستقبل، انا دائما بقول انه المغترب عليه دور وعليه واجب، بتوقع يعني يمكن اكثر من الموجود بالبلد، كونه هو يعني امكانياته وشغله برا عم تعطيه افاق اوسع، عم تعطيه امكانيات اكبر. فانا دائما بقول هيدي من يوم ما بلشت الحرب على سوريا لما بنلتقي باصدقائنا، وعلى فكره انا بتواصل كثير مع مغتربين سوريين باوروبا وبامريكا، يعني عاملين شبكه علاقات كثير كويسه، ودائما بنحاول نتفق على شيء نعمله. نحن بيوم من الايام انا اجيت مع وفد كندي امريكي سوريين مغتربين بكندا وامريكا، انا ماني لا بكندا ولا بامريكا يعني. هذا من نتيجه التواصل تبادل الافكار، شو بدنا نعمل، شو لازم نعمل. فهيك يعني انا بعتقد انه المغترب عليه واجب كبير كبير كثير كبير، ولازم يؤديه طبعا رجال الاعمال لسه المغتربين عليهم واجب اكبر من يعني نحن ما لنا رجال اعمال، انا طبيب واجا معي مقاولين، اجوا تجار،
بس مو بهال يعني بهالمستويات انه رجل اعمال بهالشو اسمه. لازم كل السوريين بالمغترب يتساعدوا ليقدموا شيء لبلدهم ويعيدوا هلا بهذا الوضع. اكيد دكتور وائل حنكفي حديثنا معك، ولكن خلينا نروح لكليب لمبادرتكم ونشوف اهم اللقطات ضمن المحافظات السوريه. كنا عم نشوف بعض اللقطات دكتور. تشكر اكيد جهودكم وتشكر جميع المبادرات اللي شفناها موجوده على الارض خلال الايام الماضيه. كنا عم نحكي تحت الهواء حلب واللاذقيه، زرتوا حلب وزرتوا اللاذقيه، حكينا شوي عن وضع اللاذقيه، وكنتوا بحلب قبل ايام امبارح او اول امبارح رجعتوا من حلب. خبرنا عن هاي الزياره، خبرنا اكثر عن الواقع. كارثه كارثه يعني ما فيني اضيف. عم لك دائما الشوف مو مثل الحكي. فعلا نحن كارثة، أبنية واقعة، أبنية متصدعة، ناس خايفة، رعب حقيقة عايشت العالم هنيك، والهزات الارتدادية مستمرة لليوم. يمكن أكثر شيء بحلب اليوم الهزات عم يشعروا فيها أكثر من أي مناطق ثانية، كونها كانت أقرب لمركز الزلزال. ففعلا يعني في رعب حقيقي، في كارثة، في دمار، في مراكز إيواء تعج، باللي فقدوا بيوتهم، باللي سقطت منازلهم. وضع كارثي من نكبة يعني، ما فيني اقول لك انا اشرح لك، لانه اكيد اكيد قد ما حكيت ما راح اوصف الواقع. يمكن حلم اي حدا فيهم هلا بيت صغير يعني يرجع يعيش. اليوم فقد الامان هو بالنهايه، يعني هذا الامان كان عايشه ولو كان بغرفه فقده. فاليوم نحن بنتمنى الدعم، ان كان من المغتربين السوريين او من الجهات المعنيه، خلينا نقول خطه اسعافيه لايواء هدول الاشخاص اللي فقدوا بيوتهم، اكيد بدعم من كل الجهات. هلا نحن وعدنا وان شاء الله بنوفي بوعودنا انه هي الحمله بخصوص نكبه وكارثه الزلزال انه رح نحاول نعملها بشكل دوري، نستمر يعني كل فتره صغيره، حتى لو ما اجينا بشكل شخصي، انما نقوم بشيء نقوم بشيء من واجباتنا بهالموضوع انه بشكل دوري. يعني شو بينقص، شو يعني المواد الاساسيه اللي ممكن تنقص، ممكن نستدل منها من هون من خلال جهات معينه نبعث لهم اياها. الدعم المادي ممكن نرجع نبعث مره اخرى، وراح نبعث اذا الله راد. فهي الحمله هيدي يعني مستمره، ان شاء الله قريبا كمان بدنا نعمل شيء. هيك تم الاتفاق مع هالمجموعه، بدنا نكبر المجموعه. مثل ما قلت لكم مو شرط نجي، يعني ممكن نجي ممكن ما نجي، بس انه في شيء لازم ينعمل. فعلا نحن عندنا دور لازم نأديه. دكتور خليني هيك بس اسالك بما يخص موضوع الجانب الطبي، وحضرتك اكيد مطلع ضمن اختصاصك اليوم، قديش شفت اليوم الوضع بسوريا؟ يعني في ضرر اليوم بالواقع الطبي، في نقص بالامكانيات نتيجه العقوبات يلي الاقتصاديه نتيجه الحرب لمده 12 سنه على سوريا. هلا يعني هذا يعني انا بقول دائما فعلا مؤسساتنا عم تشتغل بشكل اعجازي. يعني هالحصار وهالحرب الطويله ما مرت بالزمن، ما سمعنا عبر التاريخ عن هيك شيء صار بدوله من الدول او بشعب من الشعوب. طبعا هذا كله بده ياثر، وهذا اثر يعني بالمناسبه نحن التقينا المسؤولين بمحافظه اللاذقيه ومحافظه حلب، وهون هذا اثر حتى بعمليات الانقاذ. يعني ضعف الاليات، ضعف الامكانيات، ضعف المحروق يعني قله المحروقات، كل هالمواضيع كلها سوا مجتمعه أثرت. يعني كان ممكن، طبعا هو كله بإيد رب العالمين وهذا أمره خارج، بس كان ممكن يعني يمكن نلاقي أحياء تحت الأنقاض. أنا رحلي اثنين بنات عم تحت الأنقاض
وابن وحده فيهم ضلوا ثلاث ايام، ضلوا ثلاث ايام عايشه. لا باليوم يعني حكى لنا حدا انقذ معها، كان موجودين كانوا بنفس البنايه اللي انه كان عم يحكي معها قبل نص ساعه من اخراجنا. يعني تخيلي هالمأساة اللي عاشتها خلال ثلاث ايام قبل ما توفى، وبعد ربع ساعه انقذوا الشخص الثاني. فلو كان في امكانيات اكيد الحصار اثر علينا كثير بكل النواحي، بكل شيء بسوريا اثر الحصار. وانا بقول فعلا دوما انه فعلا اعجاز اللي عم بيقدروا ينجزوه كذا يعني كحكومه ومنظومه المؤسسات الدوله، الاعجاز اللي عم يعملوا الله يعطيه العافيه. الله يعافيك دكتور، ونتمنى اكيد الرحمه لاقربائك اليوم. يعني كمان عندكم كان مصاب مثل اي عائله سوريه اليوم تضررت بسبب هي الازمه. اليوم حضرتكم حتسافروا وترجعوا لشغلكم ولا المغترب خلينا نقول، ولكن بضل القلب هون. نحن دائما بنقول قد ما كان عشنا ظروف صعبه وعشنا ايام يمكن كان فيها ضغط كثير كبير على جميع الاصعده، ولكن منقول ايمت نسافر ايمت كذا، ولكن في شيء بضل يعني ماسكك بهذا الوطن، في شيء يعني بالفطره سبحان الله بالقصه. اليوم حترجعوا وحترجع تشوف الجاليه السوريه، شو هي الرساله اليوم حتاخذها من سوريا لكل المغتربين السوريين بالكويت؟ سوريا محتاج لكل ابن من ابنائها، لكل فرد من ابنائها. سوريا محتاج للكل، والكل فينه يساعد بسوريا، الكل ما حدا يستثني حاله، اي حدا مو شرط ماديا. كل فرد سوري، كل مواطن سوري بالعالم مو بس بالكويت قادر يقدم شيء لبلده، وانا متاكد انه راح يقدمه لبلدنا. سوريا بحاجه للكل، هي الرساله اللي بدنا ننقلها، ولازم تكون يعني واضحه بالنسبه لنا جميعا. والشيء الثاني اللي بدنا نحكي عنه، انا وهذا اصراري كان بقدوم هالوفد المصغر، لانه بده ينتشر بين اصدقائهم بين جيرانهم، بدهم يحكوا شو شافوا غير اللي شافوه غير اللي عم نشوفه على التلفزيون. فهذا الشيء كمان لازم يشجع ويحفز عنا كل السوريين انه يحاولوا يعملوا شيء لبلدهم. اليوم كل مغترب سوري هو سفير لبلده بعلمه باخلاقه واكيد بالصوره الحقيقيه يلي عم تضلل عبر وسائل الاعلام عبر السوشيال ميديا. مثل ما قلت بنضل نرجع من هذه الكلمه الشوف غير. اكيد بدنا نشكر كثير وجودك معنا لليوم يعني، وكل المبادرات الطيبه، وتحيه اكيد من خلالك لكل مغترب سوري. شكرا دكتور وائل لحضورك، بنتمنى لك الصحه والسلامه وترجعوا بخير وسلامه، ونشوفكم عن قريب بيناتنا بمشاريع اليوم تخدم هدول الاشخاص اللي تضرروا ضمن كارثه الزلزال. اكيد تحياتنا لكل الفريق اللي وصل معك الى دمشق، وتحياتنا لكل مغترب سوري اليوم. مثل ما قال الدكتور اليوم سوريا بحاجتكم، واكيد اليوم ما في سوري حيبخل على بلده بضمن هي الظروف. شكرا دكتور وائل لحضورك. شكرا لك. اهلا وسهلا.